السلام عليكم، مبروك عواشركم، مبروك عليكم رمضان. خوتي خواتاتي المغاربة المقيمين بالخارج، جيت باش نقول لكم أنني اليوم تفاجأت بالشروط اللي طلقها المغرب. الوحيد اللي طلق شروط، أما إسبانيا ما دايرة حتى شي شرط. الرجوع يعني الروتور، من كتب تكونوا غادي راجعين لأوروبا راه ما كاين لا شروط لا تحمص. المهم خليونا في المغرب. المغرب قال لك سيدي خص تكون عندك شروط، تكون مدقدق وتكون عندك الجواز الباس، ويكون عندك يعني هذاك البي سي ار ما يكونش تجاوز 72 ساعه، ومهم شله ديال الشروط. اش هاد التخربيق؟ اشنو هاد الشيء يا عباد الله؟ شنو هاد الشيء؟ انا براسي ما عجبنيش الحال. اش ما عجبنيش اسيدي؟ واش بالشروط ضروري خصنا ندخل المغرب ديالنا ندخلوا بالشروط؟ صاحبي الناس راه سنتين وهي كتسنى باش ترجع، جيبتها هي وحويجاتها، تجي تشوف وليداتها، تشوف عائلتها، كاين شحال من مشاكل ديال الناس كتسناهم هنا في البلاد. ولكن كنتفاجئ بهذا الشرط اللي مطبقاه. وحشومه صاحبي، عيب وعار، عيب وعار، وحق الله لا عيب وعار. كاين اللي ما باغيش يدقدق، كاين شحال من واحد كنعرفو وشحال من وحده كنعرفها ما باغيش يدقدق، ما باغيش ما باغيش، وانت غادي تقول له ديرها بالسيف. راه لا يمكن انك تفرض على شي واحد شي شخص شي حاجه هو ما باغيهاش. انا ما باغيش ندير شي حاجه، ما باغيش ندير هذيك الحاجه، انت تقول لي ديرها بالسيف، راه ما غاديش نديرها. الا بقينا حنا كنفرضوا، الا بقات الدوله كتفرض شي حاجه على المواطن، المواطن راه ما غاديش يدير ليك الراي، والمواطنين هاد المقيمين بالخارج راه ما غاديش يجي واخا تفتح الحدود. كيفاش انني غادي نجي وتطلب مني شي حوايج انا ما باغيهمش؟ انا ما باغيش ندير هذيك الحاجه، ما عجبانيش، ما باغيش نديرها. حريه، حريه مطلقه للشخص، الاشخاص، حقوق الانسان. اما باش تفرض عليه شي حاجه، المهم اش غادي نقول لكم؟ حسن عوانكم، المهم لا اله الا الله. هذا الخبر محزن بزاف والله.